مسك الختام النهارده مع حضراتكم شويه فن، وبيسعدنا ان احنا يكون معانا المطرب والملحن الاستاذ عبد الغني حوا، ومطرب في اتحاد الاذاعه والتلفزيون. اهلا بحضرتك. أهلا يا فندم. يا فندم وصباح الخير. اهلا بيك واهلا بكل الساده المشاهدين، وصباح الخير على مصر كلها. يا صباح الفل. نبدا على طول بقى ونسمع. هبدا مع الساده المشاهدين اغنيه ولا تسوى دموع للمطرب مدحت صالح، كلمات وائل هلال، الحان خليل مصطفى، من الاغاني اللي انا بحبها جدا ككلمات ولحن واداء مدحت صالح فيها كصوت جميل. ولا تسوى دموع وصفر ورجوع، ولا تحلى الدنيا اللي بناسها. طب ليه نحتار بنيت مشوار، ما تسيبوا قلوبنا لإحساسها. ولا تسوى دموع وصفر ورجوع، ولا تحلى الدنيا اللي بناسها. طب ليه نحتار بنميت مشوار، ما تسيبوا قلوبنا لإحساسها. ولا تسوى دموع وصفر ورجوع، ولا تحلى الدنيا اللي بناسها. ترتا تيرارا ترتا تيرارا تيرارا لا 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 لا. يا سلام لو عشنا لبعضينا من غير ما نخاف من بعضينا، مش ممكن حاجة تغيرنا ولا يمكن حاجة تقسينا. يا سلام لو عشنا لبعضينا من غير ما نخاف من بعضينا، مش ممكن حاجة تغيرنا ولا يمكن حاجة تقسينا. لا تسوى دموع وصفر ورجوع، ولا تحلى الدنيا اللي بناسها. طب ليه نحتار بنميت مشوار، ما تسيبوا قلوبنا لإحساسها. ولا تسوى دموع وصفر ورجوع، ولا تحلى الدنيا اللي بناسها. يا سلام وقلوبنا تعدينا لمكان ما نحب تودينا، بالليل بالحلم تفرحنا والنور والحب تمشينا. يا سلام وقلوبنا تعدينا لفين ما تحب تودينا، بالليل بالحلم تفرحنا والنور والحب تمشينا. لا تسوى دموع وصفر ورجوع، ولا تحلى الدنيا اللي بناسها. طب ليه نحتار بنميت مشوار، ما تسيبوا قلوبنا الإحساس. ولا تسوى دموع وصفر ورجوع، ولا تحلى الدنيا اللي بناسها. جميلة. عموما اختيار جميل جدا كبداية. هنسمع ايه تاني؟
نقول حاجة للمطرب هاني شاكر. مشتريكي ما تبيش. ماشي. مفيش علي الضحكاية علي؟ في بس احنا يعني تبقى كده حاجة كده مالنا اشراق. انا برضو بقى نهب منحة صالح ولا تسوى دموع ودعوة للحب وكده والالتحام ببعضنا. فننتقل من اجيال لاجيال كده نقدم مثلا مشاهدين كوكتيل كده جميل. اتفضل. مشتريكي ما تبعيش وارجعي ما تضيعيش عشرة العمر في ثواني وارضي بالمقسوم وعيشي اسمعيني ما تسمعيش مهما قالك حد تاني. مشتريكي ما تبعيش وارجعي ما تضيعيش عشرة العمر في ثواني وارضي بالمقسوم وعيشي اسمعيني ما تسمعيش مهما قالك حد تاني. من عليكي قلبه باقي إلا أنا حضن دافي في امتلائي غير هنا ما انت جربت الفراق كام سنة ده انت جربت الفراق كام سنة انت ايه انت ايه انت ايه ما بتتعبيش انت ايه ما بتتعبيش. جميل. طيب نبدا ونتكلم على رحله الفن والطرب مع حضرتك. يعني حضرتك مطرب في اتحاد الاذاعه والتلفزيون. الاعتماد جه ازاي وبدايتك مع طريق الفن كانت بدايتي منذ الصغر يعني نهاية المرحلة الثانوية بدأت أتأكد الموهبة جوايا ونصحت من المحيطين بيا بعد ما التحقت بالجامعة. طبعا ده كان المنطلق. النشاط الفني في الجامعة في فرق خاصة بالنسبة للنشاط الفني بما فيها المتنوعة طبعا بيدخل في إطارها الموسيقى والغناء. فبدأت أمارس المهنة بشكل احترافي أكتر إلى أن حصلت على لقب مطرب شباب الجامعات في المهرجان اللي بتعين من سنوي بالنسبة للجامعات المصرية في العزف والفن بأشكاله كله التمثيل والمسرح والغناء والرياضة أيضا. بعد كده طبعا نهيت الدراسة الجامعية ودرست بقى يعني بعد ما حصلت على الليسانس درست في معهد الموسيقى العربية. أنهيت دراستي ويعني قلت لا يعني كان قدامي طريق كده هدف اتحاد الإذاعة والتلفزيون بما أنه هو المفتاح الباب الذهبي اللي يعني بيدخل من خلاله وتخرج منه جميع الأصوات والمدارس اللي هي الأصوات العملاقة اللي لها تاريخ دلوقتي واللي بيتمنى أي شخص إذا ما خدش المصدر كي بتاع الباب ده وما اتكاش الاتجاه ده بيعتبر يعني برضو ما وصلش اللي هو عاوزه. أصلا هي بوابة الإجازة يعني اللي بيحكم عليك متخصصين. هو مصر تعتبر هوليود يعني وهو ده الـ 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 يعتبر إيه القلعة الرئيسية لتفريخ وإنتاج الأصوات اللي طبعا. هي كان لها تاريخ. تم اعتمادي التحقت بلجنة الاستماع الاتحاد الإذاعة والتلفزيون ودي كانت في بداية الالتحاق باللجنة بدأ تشكيلها على أنها تبقى استماع موحدة لأن كان قبل كده في لجنة استماع إذاعة وفي لجنة استماع تلفزيون فدمجوا اللجنة بقت واحدة حصل دمج ليها وبقت لجنة استماع موحدة وتم اعتمادي من أول مرة تقدمت ليها. فاكر انا اتذكر اتذكر الاغاني اللي غنيتها قدام اللجنه. غنيت لمحمد عبد الوهاب ما اقدرش انساك التحويل على الدرجه الخامسه مقام حجاز ممكن اسمعها لكم تحضرني دلوقتي. كان في اللجنه احب اذكر اعضاء الراحل الاستاذ عبد العظيم محمد الاستاذ محمد سلطان الاستاذ ميشيل المصري الاستاذ عبد العين شعيشه من القراء
طبعا الاستاذ حمدي الكنيسي وبعض الاعلاميين وكل واحد في تخصصه بالنسبه للاجازه. خلتني نسيت أحبابي وهبتك ظهر شبابي وقطفت ليه تخلابي كل دا يرضيك كل دا يرضيك تهجرني برضو أحبك تلوعني برضو أحبك تنساني أحبك أحبك مقدرش أنساك 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 مقدرش ما اقدرش انساك ما اقدرش انساك ما اقدرش ما اقدرش انساك 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 يا ليلي يا ليلي يا فتوكم في البر فتوني بالغالي لم بعتكم بالرخص بعتوني أنا كنت شمعة منورة وانتوا اللي طفيتوني لو عدتكم بالمرة ابقوا جيبوا المر واسقوني يا 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 ليه الله الله ده عودة بقى لزمن الفن الجميل. أنا بشكر حضرتك المطرب والملحن الأستاذ عبد الغني حوا مطرب اتحاد الإذاعة والتلفزيون نورتنا النهارده يا فندم ويعني سعداء ان احنا التقينا بحضرتك. انا اسعد بشكركم على تحت الفرصه ليا ان انا اصبح على كل الشعب المصري الجميل. احنا كان نفسنا نكمل والله بس الوقت انتهى للاسف. صباح الخير على مصر ومصر جميله دايما يا رب. دايما يا فندم. نشكر كل الساده المشاهدين اللي تابعونا النهارده وان شاء الله بكره اللقاء يتجدد ومصر جميله. Thank you.